ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ ده حلقه جديده في قناه تكنز فلوج. ايه طبعا انا اسف اللي انا يعني صراحه ما نزلتكوش فيديو عن الاكس بوكس، يعني والله كنت قاعد بدور على يعني على حاجه اعرف انزل بيها يعني اي سكرين ريكوردر اي حاجه كده، بس حاسس ان في حاجه مش هتظبط صراحه فيه. ف طبعا بدور على حاجه اليوتيوب اعرف اعمل بيها اي طريقه اعرف اصور بيها. انا اسف طبعا بقالي كتير مش بنزل فيديوهات، وان شاء الله هنزل فيديوهات ان شاء الله قريب كتير. ويلا بينا نخش على اللعبه اللي معانا اللي هي اسمها، بص، هي لعبه قديمه جدا اسمها سماش هيت. اللعبه دي قديمه قوي بقى لها يعني كده تمام كده تمام. انا احسن صراحة بدون صوت كده 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 كده. اللعبة يعني معمولة على ايه؟ اللي احنا لازم نربط كل الكورد دي في الازازة دي عشان الكورد تزيد ومنموتش. بس طبعا انا عمري ما خلصت الجيم ده للاخر، عمري في حياتي. يلا بقى تظبط والله جايه فيها. الحمد لله مات. الحركه دي صعبه شويه وتي. حلو جميل. لا دي بقى اللي هتفرق قوي. انا رايي ما نستفادش بيها دلوقتي. هو الجيم اللي بعد ده او بعد ده اللي بخسر فيه كتير قوي، وكمان ممكن اخسر في الجيم اللي هي دي برضه. ده عليا منقص شويه كنت هخبط. لا شيء عليا. لا والله جميل. بص بقى دي وطبعا انا عايز طبعا اشكركم يعني على الفيوز الكتير اللي بتجيلي. شكرا اكيد لكل الناس بتعمل لي شير. وطبعا انا صراحه مش عاجبني حاجه، مش عاجبني السبسكرايب اللي معايا، يعني ممكن يكون عاجبني الفيوز جدا فرحان جدا. وطبعا شكرا والله هعمل فيديوهات احلى من كده بكتير، معلش. بس يعني انا عارف اللي ممكن يكون يعني الفيوز اللي انتوا بتعملوه معايا ده قليل اللي انا بعمله، بس يعني انا هعمل يعني هصور على حاجات تانية وهجيب حاجات وهعمل حاجات يعني هعمل. بس السبسكرايب بصراحة مش عاجبني، يعني هو السبسكرايب مش عاجبني. مش معنى كده مش هنزل فيديوهات، لا ده انا هنزل فيديوهات وانت اعملوا سبسكرايب. ده يفرق معايا برضو قوي لو ينفع. وطبعا اللي يفرق معايا طبعا الفيوز كمان، طبعا يفرق معايا جامد.
والله يكفي معايا. بصوا يعني على قد ما انتوا تقدروا تعملوا وتقدروا تقولوا الناس حاولوا تعملوا، يعني انا برضو بفرح وهعمل لكم زي ما انتوا هتعملوا لي انا هعمل، وحتى من غير ما انتوا تعملوا انا برضو هعمل. للأسف دي المرحلة اللي كل مرة لازم أخسر فيها. اللي جاية دي بقى القصة، وحشة حرام حرام. انا بحب المرحلة دي قوي عشان بتفضل تديني بقى ايه، بتفضل تعوضني عن كل اللي انا عملته في الجيم ده كله. ايوه هاتلي هاتلي يمين، هاتلي 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 هاتلي. شايفين كل ده تعويض. حلو كرة واحدة دلوقتي، يلا يلا يلا. الله عليا جبت الاتنين كده، اعتقد كده. فاكر لو لاحظتوا دلوقتي السبيد بقت اسرع شوية. يلا شيل ده شيل ده شيل ده. حلو ده، يلا شيل ده 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 شيل ده. شكلي كده هيكون أول مرة أعملها معاكم، يعني بس مش خلص الجيم، أول مرة أعدي المرحلة اللي عديتها قبل كده. مستحيل أخلص الجيم، مستحيل، صعب أوي. أعتقد دي ولا نهاية خالص صراحة. ما جربتش أعرف دي ليها نهاية ولا لأ، ما جربتش أعرف، وصراحة مش عايز أعرف عشان هتخض لو عرفت. الله عليا، هل دي هجيبها؟ الله عليا الله عليا الله عليا الله عليا الله عليا. لا دي جابها، دي برضه، ودي ودي ودي. اوه ده انا جبتهم. او وحابب كمان اقول لكم حاجه برضو في الفيديو ده، اللي انا في الفيديوهات بتاعتي دي عمري، يعني انتوا اعتقد شايفين الفيديوهات بتاعتي حلوه اكيد، وطبعا انتوا تجيبوا لي 450 ده حاجه جميله قوي. انا والله يعني الفيديوهات بتاعتي دي ما بعمل لها مونتاج خالص. انا دلوقتي يعني بخلص الفيديو احطه على اليوتيوب على طول. يا حاجة انا مفرحانة انا الفيديوهات بتعجب بتعجبكو من غير مونتاج، انا اللي عامله بدون مونتاج. دي بالنسبة لنا حاجة جميلة قوي، اللي انا يجي لي فيوهات من غير مونتاج. بس طبعا ببقى عايزه اتعب في حاجات تانية، يعني انا سهلت عليا المونتاج وفي ناس بقت تتفرج عليا، هو حلو يعني الحمد لله. شويه عايز بقى اعمل حاجات تانية احسن، اعوض الحاجات دي صراحة. دي اللي بتخلص لي خالص كل حاجتي، خلص كل الكور اللي معايا. لا صراحة كانت فرصة متتعوضش الحتة التانية الدايموند دي. لا شكلي كده هموت على فكره. دي المرحله اللي بموت فيها اصلا، لان انا وصلت لهاش. ملاحظه ان الفيديو طول، ملاحظه ان الفيديو طول.
ايه ده؟ كنت عايز اكملها كل ده، انا عملته والله. طيب والله كويس، نفسي اكمل بس كنت هكمل ده كله ناوي. طيب لو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب زي ما انا فضلت اشرح لكم طبعا في كل الفيديوهات دي. اشوفكم راجع من جديد، تكايت ادم للوج. ايه يلا سلام.